بكتشف انه في عرب واسلام عندهم مشكله مع ايران اكثر ما عندهم مشكله مع اسرائيل. كتبت شكرا ايران لانه سلمتي غزه سلاح، وقامت الدنيا يشرحوا لي انه ايران فارسيه وشيعيه. الله اكبر، كانه ايران مخبي هويتها الدينيه والحضاريه والثقافيه. شوفوا مين بيدعم فلسطين: ايران الشيعيه، سوريا اللي نظامها العلوي كان مش عاجبكم انتم دولكم وفتحتوا لهم مخازن سلاح وفتيتوا عليهم المليارات، فتاوى جهاد طالعه وفتاوى جهاد نازله. النظام العلوي السوري بيدعم فلسطين، كوبا الشيوعيه بتدعم فلسطين، فنزويلا الاشتراكيه، روسيا الارثوذكسيه، الصين، كوريا الشماليه، ما بعرف شو بتصنفون لهول، هول بيعتقد بنظركم كفار، هول بيدعم فلسطين. انتم مين عم تدعموا؟ في 21 ألف شهيد بغزة، الغالبية العظمى منهم إسلام سنة، مين عم تدعم؟ في 9000 شهيد منهم ماتوا على المعبر لأنه المعبر مسكر، يعني لو المعبر انفتح لهم كان ممكن يتعالجوا ويعيشوا. أكيد شكرا إيران، شكرا لكل حدا بده يكون ضد إسرائيل. وعلى فكرة هذا الموقف مش جديد عندي، هذا الموقف من زمان، من 2006، حرب 2006. رح أحط لكم مقال كرمال هيك، يعني اللي بحب يفكر أنه كل الناس تنباع وبتنشرها. هذا موقف ثابت عندي الحمد لله، أنه أنا مع المقاومة. بس أنا عندي سؤال لكم، أنتوا لما بتصلوا وبتسجدوا هيك بتدعوا لربنا، شو بتدعوا له عن غزة؟ شو رح تقولوا له لله بيوم الأيام لما يسألكم عن هالأيام؟ شو رح يكون موقفكم لما أهل غزة يقولوا لله أنه سكتوا إخوتنا العرب والمسلمين عن هالأيام؟ على الأقل شكرا إيران، في سبب لنشكرها إيران. طب أنتم مش سألين حالكم ليش في سبب لحتى نحن نحسكم أنه أنتم مع الصهيوني علينا؟